توفي الفنان عز الدين الشلفي بعد إصابته بجلطة دماغية في أحد المستشفيات بولاية شلف بحسب ما أكدته مصادر إعلامية محلية. والشاب عز الدين صاحب 44 سنة هو أحد مطربي الراي الذي ذاع صيته في السنوات الأخيرة بالجزائر، خاصة بعد صدور ألبومه الشهير شوف الحجرة شوف، تطرق فيه إلى ملفات تتعلق بالفساد وبعض التجاوزات المسجلة في مدينته شلف. وقد أثارت هذه الأغنية وقتها غضب السلطات المحلية التي حركت ضده دعوى قضائية بتهمة السب والشتم قبل أن يصدر في حقه حكم بالحبس مدة سنة. وتنقلت جموع غفيرة من محبي الفنان الراحل اليوم إلى مستشفى شلف من أجل إلقاء النظرة الأخيرة عليها. وعادت قصة سجن الشاب عز الدين إلى الواجهة تزامنا مع خبر وفاته، إذ استحضر أحد محاميه حيثيات الملف قائلا لقد قرر الاعتماد على هذه الأغنية شوف الحجرة شوف من أجل توجيه شكوى ضد الحجرة، لأن المصالح الإدارية كانت ترفض استلام مثل هذه الشكاوي. وكتبت إحدى المدونات تعزية في رحيل الشاب عز الدين الله يرحمك يا أخ المساكين، فيما أشاد آخرون بخصال الفنان الراحل ووصفوه بالإنسان الذي يحب الخير للناس. وفي الأخير لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.